بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا ألهمنا رشدنا وثبت أقدامنا حتى نستأصل الشر من حولنا يا كريم يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على الأفاكين أهل البهتان. لقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تكذب فما ينتظرك من حيث لا تعلم، يأتيك الصاعقة أو أشر ضربة من ضربات الصاعقة أو السواعق. إذا تريثوا يا التوانسة المجرمين اللي يتمثلوا علينا كونكم مسلمين وخيرة المسلمين. أنا اللي تشنجر قال أنا خير المسلمين. أنا رينا ماذا كباش فضحه الله قبل أن يتقلب إلى حفر من حفر النار إن لم يسعه الله بالتوبة. إحنا نعرف بورقيبة وأمثاله اللي قال الصدق في القول والإخلاص في العمل، ما كان صادق إلا في أشياء بسيطة، عملكم مدارس وإلزام كل من طفل باش يتعلم. هو بالحقيقة بس في باله العلم شي يخدمه، فإذا به قال ضحضح العلم خلى ناس معينين ولو تمييزهم لبأس به، فعلموا أن هذا أفاك كذاب وستنفيف ممتع. وقال كذلك دعا إلى الإفطار في رمضان لأنه عدو الإسلام، قالوا إفطار في رمضان أنت تقول ولا ربي يقول، وليتند الله ولا أعلم منه مستوى، وثم تقول لابنيغاسيون يعني نكران الذات. أنت وقتاش نكرت ذاتك؟ أنت بحاجة إلى شعبك المغفل اللي عبثت بيه كما أردت بدون حتى شعور بالذنب. ما لا قلت لهم لابنيغاسيون، أنت وتونس تونسية وتونس راكم يلزمكم تكونوا سيدكم قالكم لابنيغيشن، يعني يلزمك تنكر الذات باش كل شيء يرجع ليه هو. هون أسعفتوه وقلتوا له لكم كاذبون منافقون ممثلون. قلت يحيى بورقيبة، فإذا به ربي دمر البورقيبية ثم ثنى به والحمد لله، ولم يذكى بخير إلا من لدن الغافلين والغافلات. حنا نقول لكم إذا كان مش تستمر في كما تقول أنت تأليه وإعجابكم به وجاية في الشارع ولا في أي مؤسسة ولا أي مناسبة جايين بمراول فيهم صورة بورقيبة، يا ناس راهو بورقيبة ملعون في العموم، في العموم اللي قتل بأمره واللي سجن بأمره والذي دفع الناس أن يهربوا من الديار خلاه وجراه هؤلاء الظلام من قبيل بورقيبة مش بورقبة، والكلب اللي أتعس منه بن علي والله أعلم شوفوه كيفاش كمل عمره. ولهذا نقول لكم عفوا تسلموا، تحبوا تواصلوا احنا حضرناكم، ومن أنذر فقد أعذر، قولوا ما تعرفوش. أما الآن وصلتكم عدة تصحيحات فما عليكم إلا تبتوا روحكم وقت اللي تساخوا موقف من نهار آخر إزاء بريبة أن تكون يا مالسان عندك وعي وعندك رياليسم واقعية، تولي مع الله ومع نفسك ومع غيرك، تولي ما لا تتبرى منه تمام التبرع وتنعته كما يجب أن ينعت، كما قال سيد الخلق عليه السلام اذكروا الفاسق أي الخارج عن سكة الله بما فيه لكي يحذره الناس. أنتم مكمش تحذروا منه، بل أنتم تسقون أنفسكم لإنسان ميت وربما مات على شر الحالات، فانتبهوا قبل أن يحق عليكم القول. احنا بلغناكم وما على الرسول إلا البلاغ، احنا رسل القرآن وحديث قدسية وحديث النبي عليه الصلاة والسلام التي صحت بعد أن ثبت فيها علماؤنا الكرام عليهم الرضوان والسلام.